جمعية العداء والتصدي لحق المغرب التاريخي في صحرائه، ولم يتوقف السير على الصحراء المغربية على مدى 4 عقود من الزمن دون حصول أي تقدم ملموس في اتجاه إيجاد حل نهائي ومتفق عليه. وقد انطلق الصراع على الصحراء المغربية منذ الستينات من القرن الماضي، حين طلب المغرب باستعادة صحرائه مباشرة بعد نيل استقلاله، وذلك بعد رفض السلطات الاستعمارية الإسبانية تسليم إقليم الصحراء إلى المغرب بعد تخليها عن إقليم طرفايا سنة 1958 وإقليم سيدي إفني في سنة 1969، مع إبقائها على احتلال مدينتي سبتة ومنيليا بشمال المغرب. وكان هدفها من ذلك هو التخطيط لإنشاء حكومة محلية تحت وصاية وسيطرة إسبانية. وللوصول إلى ذلك أعلنت وبشكل أحاد في غشت من سنة 1974 عن قرارها بتنظيم استفتاء في الصحراء، أي كانوا يتكلموا على الحكومة الإسبانية بقرارها عن تنظيم استفتاء في الصحراء خلال النصف الأول من سنة 1975. وقد رد المغرب على هذه الخطوة بالرفض القاطع، تلاها إرسال الملك الحسن الثاني رسالة إلى الرئيس الإسباني يؤكد له فيها قلق المغرب وعزمه على معارضة هذه الخطوة الانفرادية لكونها لا تتطابق مع مضمون قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة. وفي الوقت نفسه أرسل الملك الحسن الثاني مبعوثين ملكيين إلى العديد من العواصم الدولية الكبرى لعرض وجهات نظر المغربية من قضية الصحراء، إضافة إلى عرض الملك الحسن الثاني لقضية الصحراء على أنظار محكمة العدل الدولية من أجل تحديد الوضع القانوني للإقليم. وفي 18 سبتمبر 1974 تقدم المغرب بطلب استشاري إلى المحكمة العدل الدولية بعد مطالبته للجمعية العامة بإيقاف كل عملية تتعلق بإجراء استفتاء في الصحراء الغربية إلى غاية معرفة رأي محكمة العدل الدولية في القضية. وتبعا لهذا الطلب أصدرت الجمعية العامة قرارها رقم 3292 بتاريخ 13 ديسمبر 1974، طلبت فيه من محكمة العدل الدولية إصدار رأي استشاري حول الصحراء. وفي 16 أكتوبر 1975 أصدرت المحكمة رأيها الاستشاري حول الصحراء، معتبرة بأن الصحراء الغربية كان لها مالك قبل استعمارها من قبل إسبانيا، ووجود روابط قانونية وولاء وبيعة بين سلاطين المغرب والقبائل التي تقيم بها. ولم يتوقف التحرك المغربي عند هذا الحد، بل شمل الجانب العربي والإفريقي، فكان من نتائجه الطلب الذي وجهته المملكة السعودية إلى إسبانيا بتاريخ 1 أكتوبر 1974 باسم كافة الدول العربية على التعجيل بحل قضية الصحراء المغربية. وكان تصريح السكرتير العام لمنظمة الوحدة الإفريقية بتاريخ 14 مارس 1975 أكد على مساندة المنظمة للمغرب بجميع الوسائل من أجل تحرير أراضيه المختصة، وكذا الإجراء الذي أقدمت عليه حكومة ساحل العاج بتاريخ 25 مارس 1975، وعندما عينت السيد ألفونسو بونسي ليمثل المغرب في محكمة العدل الدولية. وبعد اعتراف محكمة العدل بالحقوق التاريخية للمغرب في صحرائه، أعلن الملك الحسن الثاني بتاريخ 6 نوفمبر 1975 عن تنظيم مسيرة سلمية خضراء نحو الصحراء بمشاركة 350,000 مواطن، وهو حدث فرض على الحكومة الإسبانية التي واجهت مطالب المغرب بالرفض مواجهة وضع جديد لم تكن تتوقعه، مما دفعها إلى إعادة ترتيب أوراقها والقبول بالتفاوض مع المغرب في قضية صحرائه. في قمة ثلاثية بمدريد جمعت المغرب وإسبانيا وموريتانيا توجت بالتوقيع على اتفاقية مدريد بتاريخ 14 نوفمبر 1975، يتم بموجبها إدارة ثلاثية للصحراء لفترة انتقالية لمدة 3 أشهر يليها انسحاب المغرب، انسحاب إسبانيا. وفي الوقت الذي كان الملك الحسن الثاني يستعد لإطلاق المسيرة الخضراء،
وبشكل موازي لهذا الحدث الكبير أعلنت الجزائر بتاريخ 21 أكتوبر 1975 عن موقف معارض لقرار المغرب بتنظيم المسيرة الخضراء، واستنفرت دبلوماسيتها لدى العواصم الكبرى الغربية من أجل وقف المسيرة والاعتراض على المغرب على في صحرائه. وأمام هذا الموقف الغريب من الجزائر وللرفع من الإكراهات والضغوطات على المغرب، قام النظام الجزائري بطرد 350 ألف مغربي، فيما أسمها الرئيس الجزائري الراحل هواري بومبيان بالمسيرة السوداء. بعد حصول المغرب على استقلاله من فرنسا، ظلت القوات الإسبانية مستقرة في الصحراء لسنوات، وهو ما جعل المغرب يعمل جاهدا من أجل استكمال استقلاله. هكذا خلصت المفاوضات بين المغرب وإسبانيا إلى إجلاء القوات الإسبانية من الصحراء المغربية في فبراير من سنة 1976. وفي هذا الوقت أفضت أطماع الجارة الشرقية في التوسع على حساب الصحراء المغربية والتفكير في احتلال مناطق من الصحراء بمجرد خروج القوات الإسبانية منها. وما إن اقترب موعد جلاء القوات الإسبانية من الصحراء المغربية حتى قامت مجموعة من ضباط وجنود الجيش الجزائري يوم 27 يناير من سنة 1976 بالتسلل إلى قرية أمغالة الواقعة بالقرب من مدينة سمار والحدود مع موريتانيا. واصطدمت المجموعة الجزائرية بكتيبة من القوات الملكية المسلحة التي كانت قد التحقت بهذا المركز مباشرة بعد جلاء قوات الاحتلال الإسبانية عنه. وكان النظام الجزائري يرمي إلى احتلال المنطقة قبل وصول جنود المغاربة، وجرت معركة بين القوتين سرعان ما حسمت لصالح المغرب، قتل فيها وأسر العديد من الجنود الجزائريين. وفي محاولة اليائسة منها لتبرير وجود عناصر من جيشها على أراضي مغربية، روجت الجزائر عن طريق إعلامها أن المجموعة لم تكن إلا قافلة من الشاحنات تحمل المؤن والمواد الغذائية والأدوية، رغم أن الواقع يكذب ذلك. وقد أورد الكاتب والمؤرخ عبد السيد كريم غلاب في الجزء الثاني من كتابه تاريخ الحركة الوطنية إن الانتصار في أنغالا شكل نهاية حرب الصحراء، إذ المعارك التي كانت بعدها لم تكن سوى حرب عصابات. ولو انتصرت الجزائر في معركة أنغالا لكانت المنطقة رأس جسر لمحاولة السيطرة على الصحراء. وبعد الهجوم على أنغالا بنحو أسبوعين، بعث الحسن الثاني رسالة إلى الرئيس الجزائري العقيد هواري بومبيان، قال فيها إنه حدث يدعو إلى الدهشة والاستغراب، ذلك يا سيادة الرئيس أن القوات المسلحة الملكية وجدت نفسها يوم 27 يناير 1976 في مواجهة الجيش الوطني الشعبي في أنغالا التي هي جزء كلها يتجزأ من الصحراء. وتابعت رسالة الملك: سال الدم بين شعبينا، لأنكم لو توفوا بوعدكم، وها أنتم ترون أيضا بالأمس القريب أن الحامية المغربية التي بقيت في عين المكان بأنغالا أخذت غدرا من لدن وحدات الجيش الوطني الشعبي الجزائري متوفر على أسلحة ثقيلة ومعدات يكشف نوعها ومستواها عن النية المبيتة للقيام بعملية تدمير تسببت في عشرات الضحايا بين أبنائي والمكافحين من أجل بلدي. ولما باءت محاولة احتلال أنغالا لم تيأس الجارة الشرقية من محاولة بسط يدها على الصحراء المغربية، بل إنها حاولت أن تسبق الأحداث مرة أخرى. لقد خرجت قوات الاحتلال الإسباني من الصحراء في 28 من فبراير 1976، وقبل ذلك بيوم واحد أعلنت الجزائر 27 فبراير عن قيام الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية. وكان الرد الرسمي للمغرب ما ورد علي لسان الملك الراحل الحسن الثاني في رسالة وجهها إلى القوات المسلحة الملكية يقول: ومن دون أن نخفي عنكم خطورة الوضع، ومن دون أن نتجاوز الحدود في تهويل الأمر أمامكم بخصوص تطور الوضع، فقد عزمنا العقل على الدفاع بكل وسيلة ممكنة عن وحدة المملكة وضمان الأمن والهناء لشعبنا. انتهى كلام الملك الراحل، مما يعني أن الجزائر عقدت العزم على محاربة المغرب،
وقد كتب عبد القيم غلاب حينما استقلت الجزائر بدأ القادة الجزائريون حكمهم وهم يحملون عقدا منها أن الشعب الذي يحكمونه لم يحقق شعب ثورة مثل ثورته. ورغم أن الجزائر تمتد على مساحة شاسعة إلا أن قادتها حاولوا جاهدين كبت مستقبل الدول المجاورة وتحجيمها. وبما أن المغرب هو الدولة التي يرشحها موقعها على الساحل الأطلسي واقتصادها وعدد سكانها وسعة أرضها ورصيدها التاريخي لتكوين اتحاد بين دول شمال إفريقيا وقيادته، كما يرشحها لتكون دولة قوية أخرى في المنطقة من شأنها أن تنافس الجزائر اقتصاديا وسياسيا، فقد اتجهت نية النظام الجزائري إلى معاكسة المغرب حينما واتته الفرصة لاسترجاع أقاليمه الصحراوية. توتب النظام الجزائري للانقضاض عليها، وحينما لم تتمكن من ذلك صنعت البوليزاريو وحاولت استنزاف الجار الغربي بحرب العصابات. أن يكون المغرب في حجمه الطبيعي وقوته وامتداده على صحرائه يعني شيئا واحدا بمنطق العقد النفسية بالنسبة للجزائر، وهو أن المغرب سيكون أقوى من الجزائر أو منافسا لها على الأقل. لذلك فهذه العقد هي ما تبرر في حس بيضاء وحس تنجوم سنة 1963، ولم يمر آنذاك على استقلال الجزائر غير سنة واحدة، واستمرت الحرب الجزائرية على المغرب على امتداد سنوات إلى حين إطلاق الجزائر لجبهة البوليزاريو واحتضانها بمنطقة تندوف، وكذا بذل الجهود من أجل كسبها اعتراف دولي وإيجاد موضع لملف مشكل الصحراء في المنظومة الدولية. وقد استعملت من أجل ذلك معظم الآليات والتدابير اللازمة، كما يذكر الأستاذ العلاقات الدولية الدكتور عبد الواحد الناصر، فقد عمدت الجزائر إلى تقديم المكافآت المالية إلى بعض الدول الفقيرة مقابل اعترافها أو إنشاء محطات إيذائية تعبر عن لسان حل الجبهة. وهكذا يؤكد بالملموس أن النجاحات